السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بلوغ بالسيمفونيكا. اتفقنا بانه يعني خصنا نهبطو هذا باش يبقى ديما لتحت، سواء امكن كان عندي شي محتوى او لا ما كانش عندي. جيت انا لهنا البيز .html .twig، فزت واحد الديف اللي عطيتها كلاس فوتر، وفي الوسط منها زدت الفوتر ديالي اللي هو هذا. كنجي نرجع لهنا السيسس، فهاد الكلاس فوتر اللي عطيتها كنجي هنا السيسس، هاد فوتر هادي، لا هذا الفوتر اللي هو الفوتر هذا اللي هي الطاق هادي، بينما الكلاس فوتر اللي هي هنايا فوتر بوان فوتر كنعطيها بادين توب 50 بيكسل، فيها عطيتها 50 بيكسل، فكتقد مع ال مع الاخر مع لابار لتحت، يعني كتقد مع ال ما كيبقاش داك السباس اللي كان لتحت. دابا من بعد سيدي ما زدنا هادشي، شنو قلنا في الجزء اللي سبق؟ كنا دابا افيشينا، قلنا لي ديتاي، فمازالنا واحد القضية دابا خصنا نافيشيو ليتيزاتور مول الاخر مول يعني البوست، فغادي نزيدو عاوتاني واحد الانتيتي. فدابا هادشي سالينا معاه، دابا غادي ندوزو للشغل اللي عندو علاقة بليتيزاتور، فغادي نزيدو واحد الانتيتي نسميوها يوزر، فنزيدو انتيتي نسميوها يوزر. فهنا فين غادي يكون عندنا يعني كاع الشون اللي غادي تاخدهم الطاب اللي هي يوزر. فعندي غادي نشوفو لي الشون عندنا، كاين يوزر نيم، يوزر نيم كاين فيها نعم، عاوتاني غلطنا بحال المرة الأولى، غلط نسيت مزدتش السمية ديال الانتيتي، فغادي نعاود نرجع لك الدوسي ديال الانتيتي اللي هو هذا، وغادي نسيبريميها. فانا راني غلطت، باش نعطي السمية يوزر عاد ندخل فهاد دوس مباشرة، بديت كندخل لي الشون، فغادي نقولنا انتيتي، فنعطيو السمية ديال الانتيتي، ومن بعد عاد نزيدو لي الشون اللي غادي يكونو لداخل. قلنا السمية هي يوزر، فهي التكريات. أول حاجة عندي يوزر نيم، يوزر نيم اللي هو سترينج و 255 وما خصوش يكون خاوي. ثاني حاجة هي الباسورد، سترينج 255 هنايا نو، موراها كاين ايميل هنايا نو، موراها كاين فول نيم يعني السمية كاملة نو بريمون هنايا نو، وصافي هادشي اللي كاين. هذا مكان مازال دي الشون اخرين، فغادي نزيدوهم من بعد فاش نوصلو لهم غادي نزيدوهم. فدابا غنجي لهنا، غادي نلقى بان اليوزر ديالي تزاد، لي يعني الانتيتي تزادت هي هادي. فقلنا دابا خصنا نافيشيو يعني ليتيليزاتور اللي زاد لي يعني لاخر اللي زاد البوست، وكنا شفناه في يعني في الاول في الدورة الاولى اللي كنا زدنا، راه كنا درنا هاد القضية هادي ديال لا رولاسيون. باش نزيدوها خصنا نديرو لا رولاسيون ما بين البوست وما بين ليتيليزات، ما بين البوست وما بين اليوزرز. فاليوزر غيكون عنده يعني البوست غادي يكون تابع المستخدم واحد، واليوزر غادي يكون عنده يعني بوست او لا بزاف ديال لي بوست. غادي نجي لهنايا، غادي نزيد برايفيت يوزر بروبرتي يوزر، وفوق منها غادي ندير لا رولاسيون. فعندي لا رولاسيون، عندنا لا رولاسيون اللي هي
كنخدم ب او ار ام اللي هي لورام اوبجيكت ريليشنال موديل. فكنقول بان لا ريلاسيون فهم دي 1 تو ميني يعني بوست غادي يكون تابع لواحد اليوزر. وعندنا سيدي كنحددو التارجت اونتيتي يعني الاونتيتي اللي غادي تكون معاها لا ريلاسيون. فهادشي هذا جا يعني درنا داك الدوره الاولى. فعندنا الاب اب اونتي سلاش اونتيتي سلاش يوزر يوزر. وعندنا من بعد عاوتاني كنديرو لا ريلاسيون غادي تكون انفيرسد يعني غادي تكون عكسيه باي. شكون اللي غادي يعني لا ريلاسيون العكسيه غادي تكون باي بوست يعني من الجهه الاخرى من اليوزرز غادي تكون لا ريلاسيون مع بوست. كنقول له هنايا عاوتاني او ار ام جوين كولونز باش غادي نديرو لا جوانتور ديال لي كولون باش يعني البوست غادي تزاد فيهم. جوين كولونز كولون ماشي كولونز هكذا باش يعني البوست غادي تزاد فيهم اليوزر غادي تزاد فيهم يعني اليوزر ايدي يعني لا طابل بوست غادي تزاد فيها اليوزر ايدي. قلنا اليوزر ومن بعد خصني نزيد هنايا فهنايا ما غاديش نحتاج حتى حاجه. من بعد غنزيد داكشي من نوصلو له فهنايا عندنا اليوزر وغادي نزيد غير الكتر والستر. نزيد الكتر والستر ديال اليوزر فكاع يعني لا الشون اللي عندي كما شفنا هنايا كنخدم بكات والست ضروري. فغادي ندير بابليك فانكشن يعني كات يوزر ندير ريتورن this return this user. هنايا عاوتاني public function set user في set user غادي ندير هكذا self. وهنايا فقط نزربو كنتعطلو هنايا ما كاينش هادشي. فشنو نعمل سيدي غادي نديرو هنايا ديس يوزر ايغالا يوزر وهنايا ريتورن ديس. فدابا حنايا درنا يعني لا ريلاسيون درنا الكيترز والسيترز. فغادي نتوقف هنا وغنطلقو في الجزء القديم فين غادي نديرو عاوتاني لا ريلاسيون العكسيه يعني من الجهه ديال اليوزر الجهه ديال اليوزر. عاوتاني اليوزر غادي يكون عنده بوست ولا بزاف ديال لي بوست. فنشوف الجزء القادم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.